وصلنا خبر أنه هناك تراجع من الأخوة في بعض الكتل، أنه عبارات يريدون يضيفوها. زين، الوفد كان مستعد بالرغم من أنه مثل شنو صار العبارات؟ توقيع وصار تصويت، شنو العبارات؟ المفروض أنه ما يتراجعون. رادوا يضيفون نص ملزم أنه في حالة عدم الالتزام يتم قطع الاستحقاقات، مثل ما موجود في قانون تمويل العجز المالي الأخير. زين. مع ذلك اي الوفد، أنا كنت موجود معهم، يعني اليوم أمس الساعة 1:30 وصلنا أربيل، أنا رجعت ويا الوفد أستاذ كريم. بلي ما الكرد هم اللي تراجعوا، نعم، وإنما القوى الشيعية، وبالإمكان أنه تتأكدون منها، هم اللي تراجعوا عن النص الموقع عليه والمطبوع، ورادوا إضافة عبارات جديدة. والوفد قال ما مشكلة، نقعد ونتفاهم، إذا العبارات هي لمصلحة العراق احنا مستعدين. في يعني على أي حال، أنا أؤكد للأخوة الزملاء ضيفيك الكريمين وللشعب العراقي أن الكرد هم مستعدين للوصول إلى اتفاق نهائي وتصفية كل ما سلف. مادة 11 الفقرة أولا أستاذ فلاح، خلينا نص أنه التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم، يتم جمع وفد الإقليم مع الوفد الفني مال وزارة النفط، وزارة المالية، شركة سومو، ويحسبون حساب من 2004 إلى 2020، ما لك وما عليك، ويطلعون بنتيجة حتى يصفرون المشاكل ويبدون بفتح صفحة جديدة.